ناخد ام عبد الله الاول. طيب ناخد ام عبد الله من سلطنه عمان. برحب بيك يا ام عبد الله. ام عبد الله، ايوه اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا عندي سؤال عايزه ايوه احنا سامعينك على الهواء مباشره، اتفضلي يا ام عبد الله، احنا سامعينك، ممكن ايوه تقولي انا سؤال. محتاجه بس رد. انا شغاله في قطاع خاص، ايوه والراتب بتاعي بينزل على البنك. ايوه تمام. وبعدين امس حصل الاتصال من البنك، انا ما بتعامل مع البنك ابدا. ايوه امس اتصلوا بيا من البنك وقالوا لي مبروك، تم اختيارك من ضمن اعضاء من ضمن الموجودين في البنك في سحب تقريبا او حاجه هم عاملينها، انا واني كسبتي مبلغ مالي بقدر كذا يعني. تمام. فهل المبلغ ده حلال ولا حرام؟ انا مع العلم ان انا ما بعملش اي، ما بتخش ما بتعاملش مع البنك نهائي الا اني لما ينزل الراتب من الشركه بس بسحب الراتب. البنك ده نوعه يا ام عبد لكن ما الله، بنك بتعاملش اسلام ولا بنك طب تجاري؟ اسمعي الشيخ عصام كده يا ام عبد الله، اسمعي الشيخ عصام، البنك اللي انت بتتعاملي معاه بنك اسلام ولا بنك ايه؟ لا ما بنك اسلامي، البنك اللي بينزل طيب عليه مرتب حسابك مش فيه بنك حساب جاري اسلامي. بس، مظبوط؟ لا مش بنك اسلامي، ماشي. الحساب بتاعك اللي بينزل فيه الراتب حساب جاري مش وديعه، مش حساب استثمار، يعني مظبوط؟ ايش حساب وديعه؟ نعم حساب توفير عادي بس مجرد ينزل عليه مرتب بس، لان دي شروط الشركه يعني ان لازم البنك ينزل، لازم الراتب ينزل عليه. ماشي، حساب جاري مش اقصد ما هوش حساب استثمار ولا وديعه ولا اي حاجه، مظبوط؟ لا لا ما ولا اي حاجه خالص ابدا، تمام مجرد بس عشان ينزل عليه مرتب، تمام يعني دي شروط اجاوبك حاضر، الشركه يعني. اجاوبك ان شاء الله. شكرا يا ام عبد الله. نجيب ام عبد الله، ماشي اتفضل. اذا المكافآت البنوك دي اللي بتبقى جوائز وسحب والحاجات دي، ما دام هي حاطه المال وبنك، طبعا واضح ان ربوي، لكن بس المجرد ان رقم حساب بينزل على راتب، يعني لا ارى مانعا شرعيا من قبول هذه الهديه يعني في هذا الامر، يعني تمام ما دام ملوش علاقه باي ربا، ولا هي لو حسف نفسها بريبه تتصدق به، لكن لا مانع ان تستفيد به. تمام.